ويمكن هو العمل وفق استراتيجيات تعيها الدولة المصرية وتعي ما يحدث عالميا والظروف العالمية كلها، ده اللي بيبعث بكثير من الطمأنينة والاستقرار للمواطنين، وإحنا على أعتاب هذا العام الصعب. بكل تأكيد، وفي نخطط لعام 2023 في عدة استراتيجيات عملنا عليها. الاستراتيجية الأولى هي محاولة زيادة جانب العرض للسيطرة على التضخم. الاستراتيجية الثانية ودي الأهم ودي ثابتة منذ يعني عقود في سياسة الدولة المصرية فيما يخص الطبقات الأكثر احتياجا، هو توسيع شبكة الحماية الاجتماعية. صحيح. في الوقت اللي بكلم حضرتك فيه احنا لدينا 5.2 مليون أسرة مصرية يعني تتلقى الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة. 5.2 مليون أسرة تم زيادتهم طبعا على مدار الفترة الماضية عدة مرات. مصر زودت الحد الأدنى للأجور مرتين في سنة واحدة اللي هي السنة اللي احنا فيها سنة 22. الحد الأدنى للأجور ارتفع مرتين، وده شيء غير مسبوق. مصر زودت 300 جنيه للمعاشات أصحاب المعاشات، دعم الاستثمار أصحاب والمرتبات العاملين في الدولة، وده أيضا في إطار يعني جهود الدولة لتوفير بعض الدعم للفئات الأكثر احتياجا اللي هي متأثرة بالقطع من تأثيرات التضخم. فشبكات الحماية الاجتماعية مستمرة في 2023، ودي اللي هتوفر دعم يعني مهم جدا للفئات الأكثر احتياجا خلال هذا العام الصعب.